لكن خلوني بلادي
الأمل وكل رجاء. إن أي تكريم هو في حد ذاته اعتراف، وإذا أردنا أن نسجل اعترافاتنا حول السي أحمد القرقوري لابد سيكون هناك إجماع على رجل أبى إلا أن يكون فاعلا ومنفعلا ومتفاعلا مع قضايا مدينتي. أبى إلا أن يحمل قطارته كي يلبي عالم الجمال والتوهم، لكي يعانق عالم الأنغام، عالم الكلمة الهادفة، كي يناشد ويطارد أطياف الخير والعدالة. يكبر الحلم داخل أحمد القرقوري ويشتعل ويشتد مع كل لقاء، مع كل نظرة حب يراها في معجبيه، فينصب نفسه سنبلة خير تطرح الثمرات نجنيها نحن وكل من تتلمذ عليه. أحييك أيها الجبل الشامخ، أيها الشعلة التي لا تخمو ولا تنطفئ، وشكرا لك، شكرا لك كثيرا. أن نرتكب جريمة لا تغفر، جئنا لنفوت على انفسنا في هذا المحفل الكريم ان نجزي بدلونا ولو بشهاده في حق زميلنا الكريم الاخ الاستاذ احمد القرقوري. ليس بخلا عليه، ولكن لاننا اعتبرناه اكبر من الارتجال، والقول فيه اكبر من ان يرتجل، ونحن لم نكن على علم بأن كلمات سوف تقال في حقه، ولهذا جئناه مكتفين بحضورنا هذه الوفاق، غير أننا سنحاول قدر الإمكان إصلاح هذا الجرم ونثري بدلونا في حقه. هذا الرجل عصي على الفهم، تحتاج لعشق طاغ لكل أنواع الفنون كي تفهمه، كي تستوعب هذا الكم الهائل من الوله بالآخرين. تحتاج للشغف بالموسيقى، بالرسم، بالمسرح، بصناعة الحرف، تحتاج لكل أنواع الفنون لكي تفهمه، لكي تجد تفسيرا مقنعا لهذه الحمى التي تعتريه فتجعله لا يفوت لقاء جماهيريا يؤتته الفن وتتلبسه حالات فرح طفولي يشيع قيم الجمال بين الحضور. واني لا اتساءل عما تعنيه التغمار لاستاذي الكريم، وما الذي يعنيه لهذه المؤسسه التي اكاد لا اتصورها بدونه. هذا الرجل العصي على الفهم
أبرز دعامات العمل الجماعي لهذه المؤسسة، فهو حاضر في كل الأندية الثقافية منها والفنية والرياضية، فهنيئا لها بفارسها الذي لا يتلجل، وهنيئا لهذه البلدة أيضا بابنها البار هذا، وهنيئا لنا جميعا بأستاذنا الكريم سي أحمد، والسلام عليكم. سلام عليك وانت تعدين على الصباح، سلام عليك سلام عليك، سلام عليك وانت تعدين على الصباح، سلام عليك سلام. خمس أمي وطهرات أمي ولا
Thank you.
ألف من حصر على في تبدلوا لغة يا خسر شباب في التيت دام وغرقوك حصر على شوفوا المسكين هاي شواد وسطان باغي يخدم الخدام في وجود سدان حسرة على زمان حسرة على حصر على الزمان حصر على الزمان كانت البلاد عمر مليانة خيرات تبخرت عنوى والناس هايت قاس مرتاد كانت البلاد عمرة مليانة خيرات تبخرت علوى والناس هايت قاس ملتان أما المحظوظ الناعم وعليه رضان جالس يحصد الجرايم مهاز محام أما المحظوظ الناعم وعليه رضان جالس يحصد الجرايم مهاز محار كيف وحدو سنين في مين ولقى وباقي الخلق ليك كيف وحدو سنين في مين ولقى وباقي الخلق
وبما ان شهرات بما ان هذا الشهر جميل شهر الحياه جمع اياما عديده اليوم العالمي للمراه اليوم العالمي للمسرح اليوم العالمي للغابه يوم الارض ايضا لا ننسى ذكرى يوم الارض وبالمناسبه سيزور وفد من فلسطين بمناسبة ذكرى يوم الأرض يوم 30 مارس سوف يزور فرقة الخير صالح وهو مكون من عرب الداخل ومن العرب المتواجدين في الضفة وفي القطاع فسيزور وسيشرف مدينة الخير صالح يوم 30 مارس وستكون أمسية أخوة ونحيي من خلالها صلة القرابة وصلة الدم أيضا مع إخوتنا في فلسطين. أقول بما أن شهر مارس جمع كل هذه الأيام وغني للأم ولكل امرأة ونداء خاص لزوجتي الكريمة. ومربي ندعو هذا نسوي فار ما نعملش مع نسويون Thank you.